حلمت ان صابر قال ايه اتجوز، وانت قاعده جنبه بتقري له سوره الفتح، وام حسن طولتم جنبك. لا اله الا الله، ده ايه الحلم المهبب ده؟ ما تخافيش، ما دام اللي في الحلم وحش يبقى خير. وهيجي منين الخير بس باللي انت بتقوليه ده؟ وده تفسيره ايه بقى ان شاء الله؟ لا انا ما اعرفش افسر الاحلام. طيب معلش بقى ارد على المكالمه دي واجي اقرا لك الفنجال ده بقى اللي انا بفهم فيه. احلام بقى في قرايه الفنجان ما تجليش ابدا يا ريحان. ما هو باين. ثانيه وراجعه. هي الست دي ايه اللي جابها هنا؟ والله العظيم هي اللي قالت لي عايزه اروح اطمن على ريحان. تطمن عليا ايه وزفت ايه؟ ما بطيقهاش ما بطيقهاش يا منال، ما اعرفش انت طايقاها ازاي. طب والله والله هي طيبه، ويمكن تكون غلبانه كمان. اه والله غلبانه؟ ده انت اللي غلبانه وعلى نياتك يا منال. يخرب بيت البرود. بقول لك انا نصحتك كتير وماليش دعوه بقى. امرك زين معانا خلاص، وانا هفضل وراه مش هسيبه. لا لا دول انا شغاله معاهم ولسه بكمل. أمرك أمرك. أنا هقلب الفنجان على ما هي ما تيجي. طولت عليكم؟ لا يا حبيبتي خذي راحتك. فنجالك ده رحاب؟ أيوة فنجالها أنا جهزتهولك. اسلميلي يا حبيبتي. خير في إيه؟ خايفة من ايه رحاب؟ مش خايفة من حاجة يا أحلام. الفنجال ما بيكذبش. كذب المنجمون ولو صادف. بقولك ايه، أنا ما بحبش الشغل ده هنا في البيت عندي، ما بحبش الحاجات دي. بس أنا بقى ما بقولش الغيب ولا بقرا الطالع، أنا بقول اللي مكتوب في فنجالك، وما دام موجود في فنجالك يبقى اتكتب عليكي. قولي يا أحلام قولي. خايفة، خايفة من عزيز عليكي، وخايفة على اللي أعز منه. إيه الكلام الملخبط ده؟ الشر لسه ما جاش، بس جاي، وفي إيدك تفلتي منه لو عايزة. أفلت ده إيه؟ مش فاهمة يعني إيه أفلت؟ من اللي أنت خايفة منه يا رحاب. أنا مش فاهمة أي حاجة خالص. هي فاهمة. أنتِ فاهمة؟